السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. النهار ان شاء الله غنقدم واحد الموضوع ديال الفرق ما بين التربية ديال زمان ديال جدودنا والتربية ديال هذا الوقت اللي حنا عايشين فيه دابا. نبداو بالتربية ديال زمان، يعني واش كانوا الاقفاص، واش كان الدواء، كل شيء هذا الشيء ما كانش. الناس كيفاش كانوا غادين بالبركة، يعني كيشدوا الارانب وكيحفروا لهم واحد الحفره، اول مره غادي يحفروا لهم حفره صافي، وكيخليهم هما كيبداو يعني يحفروا، وهذيك الحفره كيعطيهم فيها الماكله صافي. ملي كيبغيو يذبحوا شي واحد، ما كانتش التجاره ديال الارانب، يعني الناس كيبيعوا يشريوا في الارانب ولا لا، كانوا الناس يعني واخدينها بالبركه كما قلنا. يعني كيمشي يجيبوا واحد الذكر ولا نتوى كيشريوه مره واحده صافي. ومني كنسولوهم كلهم كيقولوا لك باللي التربيه ديال الارانب بكري كانت صادقه 100%. ما كانوش الارانب كيموتوا، يعني سمو هاد يعني الفرق ما بين هاد التربيه ديال بكري والتربيه ديال دابا. دابا حنايا فهاد الوقيته كنديروا مثلا الاقفاص، كنديروا ليكاج يعني الاقفاص، كنديروا الدوايات، عندنا الامراض اللي موسميه اللي ولات كتجي. يعني سمو هو هذا الفرق اللي ولا ما بين بكري ودابا. يعني منين بقينا كان يعني كنتفسر في هاد الامور هذه، هي الجو، يعني التلوث، يعني الكره الارضيه كلها، يعني حتى الفيزيولوجيه ديال الانسان تبدلت، ما بقاتش كما كانت. يعني كان الناس ديال بكري كانوا صحاح، يعني صحاح ماشي الصحه يعني انهم كانوا يعني عمالقه، لا، واحد الجيل كان الناس ما كيمرضوش، هذيك هي الصحه. الصحه كانت الناس غاديين بالبركه، كان الدين، كان حتى الناس كيطبقوا الدين، وحتى الفكر ديالهم كان مزيان. علاش؟ لان كانوا مطبقين الدين على اكمل ما يكون. كانت الناس واعيه، وكان الناس كاين الحشمه وكاين الصلاه، الناس كيصليو، وسبحان الله الله كي 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 كيعطي واحد النور لهذيك التربيه ديال ديك الارانب، ولا التربيه ديال اي حاجه كانوا كيربيوها كانت كتصدق. من بعد شويه بداو كيبانوا امراض، الناس ولاو كيديروا مثلا الكافور كما قلنا في ديك الحلقه، واحد الحلقه الناس ولاو يديروا الخل. علاش؟ بداو كيموتوا الارانب، ولاو كيقلبوا على يعني شي منفذ. يعني هادشي غير مؤخرا، ماشي بكري ما كانوش، قال لك الناس كيديروا الدواء كاع، كانوا الارانب كيعيشوا عادي، يعني ما كيموتوش الارانب. من بعد ولاو كيديروا الناس الكافور، ولاو كيديروا الخل، ولاو كيديروا الكينه ديال الراس، يعني اسبرو كيديروهم مع الماء. المهم انا منين سولت واحد السيد، يعني راجل كبير، قال لي كل شيء هي كاين الغلاف الجوي، كاين الحراره، كاين الاحتباس الحراري، كاين بزاف ديال الحوايج اللي تبدلت في هذا الكون، في هذه الكره الارضيه، ويعني الفيزيولوجيا ديال المعيشه تبدلت، ما بقاش كما كانت. من بعد اسمه ولا الغش، ولاو كيديروا الادويه في الماكله. يعني الناس كانوا كياكلوا بكري من التراب، يعني ملي كيجيبوا الفاكهه ولا كيجيبوا خضار ولا كياكلوا من التراب. دابا لا، ولا الغش ديال الشركات. حتى الارانب غادي تاثر بهذاك الشيء ديال هاد الانواع ديال الغش، لان الا مشاو حتى مثلا كلاو واحد النوع ديال الذره وهو مغشوش، مثلا راشعين عليه شي مبيدات، راه غادي يتاثروا. مثلا الا كلاو شويه فصه، وهذيك الفصه يعني ما نبتاش طبيعيا، يعني منبتينها بواحد الطريقه يعني اللي فيها مبيدات، كذلك غادي يتاثروا. يعني هذا دابا ولينا كنديروا الادويه الموسميه، والادويه اللي يعني كتجيهم يعني شي امراض بغتة، يعني حتى كتلقى الارنب طايح. هادشي كلشي موضوع، ولكن الموضوع الثاني اللي بغيت نهضر عليه في هذه الحلقه وهو البركه. يعني الانسان خصو يقوم بالصلاه ديالو، يطلب الله باش الله ييسر له في الامور ديالو،
الاناني ديالو يحاول انه يعشر عليهم مثلا تبع شي ارنب ولا يخرج واحد شويه ديال واحد القدر ولو بسيط ديال المال ولو درهم واحد جوج دراهم. المهم انه كينوي باللي ربي انه يساعده في المشروع ديالو. يعني هذا الشيء بكري واحد السيد يعني رجل كبير قال لي انا كان هو يعني في الصغر ديالو كان كيدير هاد الحوايج هادو ملي كيبيع شي حاجه. هو كان فلاح بسيط ولكن قال لي ملي كنت كنبيع شي حاجه كنوي انني غادي نخرج واحد الزكاه او صدقه وغادي نخرجها باش الله ييسر لي الامور ديالي وييسر لي في المشاريع ديالي. هاد الشيء الناس كانوا كيديروه باش كانت البركه وكان كانت كاع هادشي ديال الانواع ديال الامراض ما كانوش كيجيهم. يعني هي كاينه الغش ديال 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 المبيدات الغش ديال الماكله السيكالين براسو حتى هو ولا مغشوش. كاين الخنشه اللي كتصدق مزيانه كاين الخنشه اللي ما كتصدقش مزيانه. يعني كاينين حوايج بزاف ديال الحوايج ولكن الا كان الانسان يعني عنده الايمان في القلب ويعني كيدير واحد المجهود مع الارانب ديالو وكيبحث يعني ضروري ان الواحد ينوض يبحث يقلب ولكن ديما خصو البركه منها. الا تبع شي حاجه يعني او ربح او ذبح شي حاجه شي ارنب ولا يحاول انه يعطي الجيران واحد شويه ديال 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 اللحم او يصدق منه او يباع مثلا شي ارنب ولا جوج ولا ثلاثه يحاول انه يشد واحد القدر من المال ويقول انا هادي اسيدي ربي ويعطيها لشي مسكين ويقول باللي انا سيدي ربي هاد 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 الفلوس راني دايرها على حساب الارانب ديالي يا ربي تسخر لي في الارانب ديالي باش ربي كيطرح فيهم البركه. ان الموضوع ديالنا ديال هذه الحلقه وهو البركه. خاص الانسان يخدم بالبركه ما يخدمش غير باللي داكشي اوتوماتيك. يعني خاص ضروري ان دير الدواء وغادي داكشي غادي يصدق. راه كاين مخطرات واخا دير الدواء ولا كنتي ما كتزكيش على الارانب ديالك ويعني نتايا في القلب ديالك ما مزيانش كون متاكد ان الله راه كيجازي على القلب اللي كيكون ما يعني ما مزيانش والايمان ديالو ضعيف. الا كان الايمان ديالك ضعيف كون متاكد انك غادي تنوض في الصباح وغادي تنقي عليهم وغادي لانك الايمان ديالك قوي. اما الا كان الايمان ديالك ضعيف راه اول مشكله غادي تصادفك غادي تسمح في كلش وغادي تقول صافي المشروع راه فاشل. هو راه ماشي مشروع فاشل راه كاين واحد الجانب روحاني واحد الجانب ديني خاص الانسان يعرف باللي راه كاين واحد المستحقات اللي خاصهم يكونوا في المشروع وهو البركه والجانب الديني. ديما كنوصي عليها الجانب الديني. يعني خاص المشروع يكون قائم على يعني جانب ديال التعبد. الا كان هذا الجانب ديال التعبد كونوا متاكدين ان سيدي ربي كيطرح فيهم البركه وكيصدقوا وكتكون خلفه مور خلفه وكيكون المشروع زايد القدام. ولا كنتي الايمان ديالك قوي راه غادي تنوض وغادي تنقي وغادي تبحث وغادي الا كانت تواجهك شي صعوبات راه غادي تنوض وغادي تقاوم وسيدي ربي غادي يمشي لك المشروع ديالك وغادي يزيدوا القدام وغادي يطوروا ويمكن تولي محترف ولما لا انك تولي يعني هذاك المشروع ديرو حرفه ماشي ديرو كهاوي. لا ممكن انك ديرو كحرفه. اذا الحلقه ديالنا راه سالات. كنظن انني وصلت لكم واحد الفكره. هذه الفكره مهمه خلافا عن الفيديو اللي درت من قبل لان هذه فكره بينك وبين الله. كنت متاكد ان اذا كان المشروع قائم على واحد الاساس ديني غادي ينجح 100% ان شاء الله. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا ساندونا بزر جيم القناه تزيد القدام وتكيو على زر الجرس باش يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.